وهلا اسمحوا لي ندعي الشيف فايز لعنا لهون لنسمع هيك ونسأله عن أكلات التراثية اللي كانت الأكلات الشامية. تفضل. أهلا 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 بياتك الأشياء اللي دقناها طيبة. الأكلات اللي عملها الشيف فايز اللي ساعدني هو فيها طبعا. أنا ساعدت أشتغلت لها شوية توم وبصل يعني تحت إيدها اشتغلت اليوم هي اللي صممت كل شيء. أنا صممت الأكلات. تحكي لنا شوي. طبعا معروف الشيف فايز بظله الخفيف وهلا كثير في برامج عم يقدمها عن الاكل الاكلات الشاميه المطبخ الشامي، بس قل لي شو الاكلات التراثيه الشاميه اللي كانوا اهلنا يساووها ونحن هلا ما بنعرفها مثلا؟ المطبخ الشامي مطبخ عريق جدا وكثير في دسم وفي يعني ترتيبه ولمسات كثير ظريفه. كثير هلا الستات الجداد ما بيعرفوا الاكلات هي مثلا الأكلات. عندك البسمشكات، عندك المقلوبه، عندك الكبه المشمشيه، عندك البوراني، عندك ابو شلهوب. لحظه، البوراني ما حدا بجوز بيعرفوها هلا، شو البوراني والبقله؟ البوراني هو عباره عن بقله مع لحمه وبصله وكزبره وتوم، معروف يعني اكله رطبه هيك وطيبه. كوسه باللبن، الشاكريه، كل الاكلات الشاميه القديمه معروفه يعني كثير طيبه. ابو شلهوب برغل بالكوسه مرتب يعني جنبه. والله انا بحب هاي الاكله كثير. عارف الطابق براك؟ طابق براك؟ ايه لا مو طابق براك. طابق براك ايه طبعا. ما بتعرف؟ ما بعرف. اللي انت اللي يعني انت اللي يعني شو طابق براك؟ كانوا يجيبوا صينيه كبيره ايه بيحطوا فيها رقاقه عجين ايه بيدهنوها بمي وملح. تمام. حطوا رقاقة فوقها، بيدهنوها بسمنة. حطوا رقاقة فوقها، مي وملح، رقاقة بسمنة. تمام. تصيروا أربعة. بعدين يحطوا لحمة مفرومة صغيرة. تمام. ويرجعوا نفس الطوابق فوق. تمام. إيه لحمة مفرومة. تمام. وبعدين رجعوا يحطوا أربع طبقات عجين كمان فوق وعلى الفرن بقى. بتقول سوبراك. بيقولها طابق براك. تمام. هي نفس السوبراك. لا السوبراك مسلوقة. السوبراك مسلوقة مثل المعكرونة. اي. ومحطوط لها جبنة. هي طابق براك بالفرن مشوية عواد السوبراك. اي. تماما. سوبراك شو يعني سوبراك؟ سوبراك يعني براك بالمي، هي أكلة تركية أساسا. ايوه مظبوط. تمام. بعدين هون بنعملها بالشام كثير بيعملوها بالعزاي. سوبراك يعني مي والبراك يعني بالمي. يعني برك بالمي. نعم. طيب هلا شو بتنصح المشاهدين وحبايبنا مثلا برمضان هلا وخاصة بصفرة الفطور؟ صفرة الفطور أكثر شيء لازم يكتروا من هالمقبلات، السلطات، الفتوش، الدبولة، يعلنجي، حرة بصبعه، الشغلة، فول مدمس، تسقية. تسقية، الفتات، في كثير فتات شامية، في فتات لحم بخل، في فتات مكدوس، في فتات دجاج، داود فتت... باشا. نعم، فتات داود باشا، كثير أكلات. كل الطبخات بتصير فتات. الطبخ الشامي كثير كثير يعني قد ما شرحت هو كثير كثير يعني مطبخ كبير جدا. دخلات. طيب المطاعم، بالمطاعم ببلاد خارج سوريا، خلينا نقول بأوروبا، بيقولوا لك المطعم اللبناني. نعم. شو الفرق بين المطعم اللبناني والمطعم السوري؟ المطعم اللبناني مشهور بمقبلاته فقط، أما كطبخ بسوريا حصرا. شكرا شكرا. لا بدي اسأله سؤال أخير. سمعت أو يعني أنه لازم الشيف أول اللي بدي يقدم أكل يكون بلا شوارب، صح؟ بتعليمات الفندقية. تعليمات الفندقية في منهم هيك، هو اللي بيخدم بالصفرة برا بيخدم الزبائن في شرط انه يكون بدون شوارب. والله اما بالمطبخ دقن محلوقة الشوارب اتغاضوا عنا شوي كونه اكثر شيء فيه بيربوا شوارب. حتى الشعر. خلونا نطلع فاصل على بين ما حبايبنا يتعشوا ونقدم لهم الحلو والفواكه. خلوكم معنا. ثاني بدي ادعيكم طبعا على الفواكه والحلو اللي انت وصيتني عليه استاذ دريد. والله يا قلبي ما وصيتك على كميه هالقد. والله مو كميه، خرقت الميزانيه يعني كلها. بكره من الحال على التفتيش. مين انا وانت؟ وبعدين كانوا زمان لك قلبي بالتصوير يحطوا هاي الاشياء، البطيخ مثلا بلاستيك، البلاستيك ايه الى اخره، مو هيك؟ دائما كان مستودع الديكور في بدك مثل هذا بطيخ موجود يعني. والمهم مقطع ما يتورط واحد ويقرط له ارضه.
سازوري شو آخر أخبارك الفنية؟ والله يا قلبي عم بشتغل بالتلحين هلا. شو بطلت التمثيل؟ عم لحن يعني؟ لا أنا باعتبار متعلق بالتراث وبالأيام الماضية أيام البساطة، ولما كان الأولاد يفرحون أي شيء هلا ما عاد فرحوا بشيء، بتجيبي للولد شغلة بيقول لك عندي منها صحيح بكبها بعد لحظة. لا نحن كان هيك على البساطة يعني نقضي نهار كامل عم نلعب أغي، فبدي لحن أغي. هلا أنا يعني بعرف أغي بس شو هي أغي؟ أغي اللي بيرش مخطوط على الأرض مربعات ولازم بغمضوا عيونه اللي عم يلعب عيونه وينط من مربع لمربع بدون ما يدعس على الخف. ايوه اثناء النطه هو مغمض اغي يعني دعس يقولوا له اغي يعني ما دعس اغي. بعدين ثلاث نطات ثلاث مربعات اغي 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 بعمل لحن هيك. طيب وشو اغي 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 وحياتك عم يلحنوا على موقف الباص هلا طلعت معه خلاص استاذ خلدون. انا بالنسبه لي بدي اعمل له اياها فيديو كليب بي جيبني معه مشان نط انا على الحجاز. هلا اخر شيء كان انا حضرت لك معرض عملته لوحات تشكيليه حلوه كثير الوان حلوه مدخل فيها الاحجار الكريمه والالوان. الحقيقه يعني انا ما بقدر اقول اطلاقا انه انا فنان تشكيلي بس انا اللوحات حلوه كثير كالوان انا بلعب بالالوان يعني بستمتع بلعبه الالوان والنتيجه انه يطلع شيء جمالي شيء حلو. فكل اعمالي هي اعمال بصريه عم حقق فيها جماليه لون بصريه بتاخذ العقل. ليش مو فنان تشكيلي كتير. يعني شو الفن التشكيلي يعني ولعب بالالوان؟ مالي رسام انما ملون هاوي هاوي ملون معناتها اغي اغي. طيب استاذ عمار والله انا عم بوزع له الموسيقى واللحن تبعها لا اغي لا اكيد بعرف انه مشاركاتك في رمضان كثيره يعني مو كثير لا مو كثير بس لكن يمكن بالمسرح يعني مهيئ لحلب يعني مهرجان مسرح دائما بقول له مهرجان مثلا حبا 15 يوم مهرجان لاديه 20 يوم يعني لكن راح نعمل مهرجان مسرح حلب الدائم دائم دائم ايش والله يعني احسن يعني مهرجان دائم مهرجان دائم بنقدم فيه مسرحيات قدمت في زمانه ونجحت بشكل دائم وراح نعمل ريبرتوار كل شهر تتغير مسرحية تروح على مسرحية أخرى والله يا ريت يعني بشكل دائم يعني هذا بيعود الناس يعني بنرجع بناخذ بنعمل بنرجع ثقة الناس بالمسرح. لكن في مشروع آخر إذا بسمح لي أستاذ دوريب أحكيه يعني في مشروع آخر للمسرح يعني هلا عم يتبلور اي عم يتبلور عند الاستاذ دورين طبعا مساعدته ومساعد معنا علاء كوكاش موجود انا موجود كذا يعني تقريبا يعني خلينا نقول هلا مع خالص حبنا للمسرح ايه؟ بتمنى لك توفيق من كل قلبي. هلا راح اعطيكم شوف كل مين شو بيحب يكتب مع خالص حبي وتقديري لمين وتوجهوا معيتكم للجمهور. ما سألتي حبايبنا ما سألتي هلا شو آخر أعمالك وأعمالك وما سألتي حسام حسام شو آخر مشاريعك؟ ما في أنا آخر أنا هيك كم عمل يعني هو ساعة الصفر مع الأستاذ يوسف رزق وحارف الياقوت مع الأستاذ خالد الخالد كنت ضيف شرف مع أستاذ ماهر الصليبي بقيود عائلية وكمان ضيف بحلقة من أبو جانتي وشاركت بعمل بقطر. خلدون رقم اثنين خلدون أنت أول طبعا يعني شو مشروعك شو مشاريعك الجديدة في أغاني جديدة؟ طبعا أنا برمضان اشتغلت آخر شيء مسلسل للإذاعة السورية اسمه مسلسل قصائص الأيام رح تسمع إشارة بصوتي وتأليف الياف ومشارك بمهرجان الإسكندرية الدولي كمان بشهر التاسع للأغنية
يعني من كل دول العالم مشاركين وسوريا مشاركة كمان. إن شاء الله هيك بتمنى لك التوفيق من كل قلبي، وهيك نشوفك على الساحة بأغانيك جديدة. شكرا لك. وهيك تضلك منورنا. الحقيقة نحن مفروض أنه نشجع كل المطربين الشباب وندعمهم وقوراهم لفعلا هنا يتألقوا ويعطوا كل شيء بيطمحوا له إن شاء الله. شكرا لك. أستاذ زريد. نعم. لمين بتوجه معايتك ولمين كتبت مع خالص حبي؟ بوجه معايتي أكيد لكل الناس، لكل الناس بالتالي بوطني، سواء كانوا موجودين أو مغربين، وبقولهم تفرحون أفرح لكم، تحزنون أحزن لكم، واللي يمسكم يمسني، روحي تتعذب قبلكم، أحبكم والله أحبكم. ذكرتني بأغنية سلامات. أي أيوة. هي بالعراق وأثناء كاسك يا وطن بالعراق. هاي بالثمانينات وقت كنا بالعراق بغداد وعرضنا المسرحية، وسمعنا كثير من المطربين العراقيين ونغني من هاي الأغاني سلامات. سرقناها وقت ذكرنا فيها سلامات. هاي هذيك صعبة، هذيك والله إذا بلعون إيه هاي يعني مرقناها. هاي سمعك إياها خلوه. سلامات سلامات وبعد سلامك يا لا 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 ويا الرايح والجاي وبعد سلامك 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 ريتك سلامك يهواك وابعث سلامات لمين بتوجهي معايتك؟ بوجهها لكل العالم العربي وسوريا خاصة وحبايبي. أكيد. وهالسهرة الحلوة وكل سنة وانتو سالمين يا رب. وانتو سالمين يا رب. أستاذ حسام. يعني لعائلتي وأولادي وأخواتي والحبايب والعالم العربي والإسلامي، ربي يعيده عليهم باليمن والبركة والسلام إن شاء الله يا رب. الله يسمع منك. وشكرا لك استاذ حسام، نورتنا. الله يخليك. هيك زينتنا. استاذ خلدون. ببعت رسالة محبة ووفاء للأصدقاء والأقرباء والأحباء اللي رحلوا. في كتير ناس رحلوا وما زالت ذكراهم في القلوب. وأيضا بقول لكل صائمي شهر رمضان صيام مبارك ورمضان مبارك، وكل عام وأنتم بخير. وبقول لرفاق سهرة الليل الأحباء رمضان مبارك، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنت بخير. أغي أغي أستاذ عمار. بوجه يعني تحياتي وحبي لزوجتي، ابتداء من زوجتي من حلب وأولادي بدمشق طبعا، وإلى كل العالم إن كان العربي والمغتربين الغربي. بدون هذا الكلام. ايه بدون يعني شو عليه شو بعترف ما في مسؤولية. خلدون رقم اثنين شو حبيبي؟ ممكن خلدون بغنية لازم. أكيد خلدون بغنية بدي يكتب لنا إياها. هذه الغنية لكم طبعا، وبالتحديد للأستاذ حسام تحسين بيك. أنا رح أهديك إياها الغنية أكيد. سمعنا نختم سهرتنا.
نتالي قطعة خبارة ما تشوفها لا 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 بصارة قالت برجتي برجي بالسماء ومعلق النجمة برجي بالسماء ومعلق النجمة قالت يا خسارة هوني تفوت بالمدارة ما يلتقوا نجمة